بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد مع الأسرة الـ18 وفترة حكم أمنحتب الرابع ابن أمنحتب الثالث، مرحلة من بين المراحل الخطيرة والدقيقة. أعتقد أن احنا كمان زهقنا من الأسرة الـ18. أتمنى أن على الفيديو ده والفيديو اللي جاي إن شاء الله ننهيها، وبرضو هجمع لكم الأسرة الـ18 كلها اللينكات مع بعض، وكل اللي برجوه بس من حضراتكم أنكم يعني أراءكم مقترحاتكم اللي انتوا شايفينه إيه، أسئلتكم دي مهمة جدا، لأنها بتفتح لنا أبواب كتيرة نقدر من خلالها أن احنا نتناقش، ونقدر من خلالها أن احنا نتعلم حاجة جديدة سوا. يعني مفيش حد هنا قاعد بيعلم حد. أمنحتب الرابع زي ما اتفقنا هو ابن أمنحتب الثالث من تيل، خلفت الولد تحتمس، مات في حياة عين أبوه، بعد كده جابت البنات، وبعد كده جابت أمنحتب الرابع، إلا البعض قال إنها الست أشركته مع أبوه في الحكم، أو إن الراجل لما تهدى زي ما لوحة متحف برلين اللي متصور فيها كركوب كده أمنحتب الثالث، الولد اشترك. البعض بيقول اشترك في السنة 6 سنين الأخرانيين، أنا أعتقد إنه ما اشتركش أكتر من السنتين 36 38، لأنه حكم 38 39 سنة، عمل في الحاجة الغريبة إنه سنة 30 وسنة 34 وسنة 38 عمل يعيد السد أو الحبس، عمله 3 مرات في 8 سنين، هنا الحبس 3 مرات في 8 سنين، يبقى أنا في عندي حاجة، في عندي مشكلة، في عندي أزمة بتخليني أعمل الحبس أكتر من بره عشان أبعت مسج إن أنا لازلت أملك القوة والكفاءة التي تمكنني من أظل حاكما على البلاد. وصل الولد للحكم، أصبح ملك على البلاد، مهيمن على الحكم، متأثر بالفكر اللي علمه له خاله عنان، ويبدو أن خاله ده اللي غالبا جوزه بنته، غالبا البنت اللي اتجوزها نفرتيتي، إما أنها تكون من عيلة أمه وجاية من أخميم. حطوا كلمة أخميم دي كده، أخميم دي هتلعب دور حلو قوي، هيبقى لها دور، لأن نفرتيتي بعد كده موت نشبت اللي هي يعتقد إنها أختها أو أحد قريبات اللي هتتجوز حور محب. يعني بصوا بقى العيلة هنا بتاعت أخميم يوها وتويا، أمنحتب التالت، أمنحتب الرابع، حور محب، توت عنخ آمون طبعا، يعني ما عدا آي اللي هو كهنة آمون دخلوا في النص، لكن العيلة دي ظلت معاها الحكم هي اللي بتتحكم فيه من خلال المرأة لأربع ملوك. أمنحتب ثلاثة، أمنحتب أربعة، توت عنخ آمون وحور محب. وصل الولد للحكم ما عندوش أي مشكلة، غير إن الفكر اللي متشابه بيه إن كهنة آمون خرجت سيطرتهم من مرحلة السيطرة الفعلية الدينية إلى تحولهم إلى سيطرة سياسية كاملة على الملك وعلى البلاد. علشان كده هو ما ضربش فيهم على طول زي البعض ما بيقول، لا بالعكس، ده في السنة الأولى راح جبل السلسلة، محاجر الحجر الرملي، اتقطعت الأحجار، وقف بيقدم القرابين قدام أمون. قالوا له أبوك في صلب في النوبة، المعبد بتاعه بتاع أمون ما كملوش، راح وعمل نقوشه مع أمون كملها وزخرف. إذن أنا علاقتي بأمون كويس، لكن قطعت بلوكات حجر اللي لقينا منها حوالي 12,000 بلوك اللي هم التلاتات، اللي البعض يقولوا التلاتات لأنهم كل تلاتة يعملوا منظر، والبعض قال لأن العمال كانوا بيرسوهم 3 صفوف ويقعدوا يقولوا احنا نايمين ورا الأحجار التلاتات. أيا كان، تلاحظ ان كل الموضوعات المتسجلة موضوعات رمزية عادت بفكرة الطبيعة، بفكرة الشمس، بفكرة راح ورختي. هو هنا جاب راح ورختي واشتغل بيه من خلال التسمية اللي ظهرت في الدولة الوسطى في سنوهي. عشان كده قصة سنوهي من الحاجات الغريبة ان هنلاقي مصادر كتيرة في فترة العماردة بتكلمني على قصة سنوهي، وبتتكلم في سنوهي، بتتكلم كمان في الجزء اللي بيقوله نتحرك مع راح ورختي ومع ايتن. ايتن هنا الشمس، الكوكب نفسه، كوكب نفسه. لكن هو هنا مع الوقت اتون ده ابتدى يتحول بفكره القرص الشمس او كوكب الشمس الى المعبود نفسه. وعشان كده حتشبسوت ذكرته، أمنحتب الثالث ما استحاش انه يدخله، ابو اخناتون ما استحاش انه يدخله ويقول ان احد قاعات قصره اسمها بهو اتون. هو لما جه اخناتون ما عندوش مشكله، اشتغل مع امون ودخل الكرنك، وفي الكرنك في الناحيه الشماليه الشرقيه عمل البوابات وجاب البلوكات، الحجر الرمل الحلو، حجر الرمل ده يلمع قوي يدي ضوء الشمس مع الشمس بتاعتنا. فابتدى من هنا الكهنه اريين، البعد الاقتصادي ابتدت تقل، هم ضامنين كل الاله، حتى راع نفسه هم ضامنين، امون راع واوزوريس عاملين له مقاصير بتاعها، عاملين له مش عارف ايه، كل ده اللي هنقوله في الكرنك مش ناسي، هنقول مقاصير اوزوريس ومعبد بتاعه ومعبد الاوبت ومعبد خنصه، المعابد المتنطوره دي في الكرنك. هنا هو ما قالش مشكله، الراجل ما عندوش اي مشكله، لكن هو اتون ابتدى يبقى له حاجه. هنا الكهنه استشعروا، قلقوا من قرور الاستشعار عند الكهنه، قلقت، قالوا لا مش لاعبين. هو ما عجبوش الكلام، قال لهم طب سلام عليكم، راح ساب لهم الدنيا ومشي.
وخد معاه مجموعه من الموظفين والناس، ومنهم النحات بتاعه اللي كان من اسوان بالمناسبه، اللي هو باك اللي له نص في اسوان بيتكلم على الطبيعه الجميله والامتلاء بتاعك. البعض بيقول ان الامتلاء دي ربما كانت تمثيل لجثه اوزير، والامتلاء اللي جت على اوزير لما اترمى في الميه وغرق او اترمى في الميه واتقتل، كان الملك بيمثل نفسه في اوزير، لان اخناتون على طول واقف عامل كده، اخناتون واخد اوزيريس، هو ما خرجش من العقيده الاوزيريه. خلوا بالكم الكلام ده، لان انا هنسال بعض السؤال في الاخر. اخناتون راح تل العمارنه، اخي تاتون، انا هنا نزلت الشمال بقيت قريب من اخمين، اخمين في اخر المنيا بعد المقاطعه ال 13 اللي هي السيوط، انا هنا بنزل عند دير مواس، بعد كده بصل المقاطعه ال 15 المقاطعه ال 14، يبقى ال 15 بعد كده على طول انا داخل على اصل. هنا اخناتون كان من الذكاء، يبدو ان هو قال يبقى قريب من المنطقه اللي فيها عيله زوجته وعيله جده، واختار منطقه تل العمارنه اللي هي من الشيخ سعيد للشيخ عبد الحميد من الشمال للجنوب 25 كيلو، والمنطقه الممتده عند المعروفه بتل العمارنه او الحاج انديل. المنطقه اختارها لتكون منطقه رمليه صحراويه ارض بكر، لتكون بمثابه هيبونه جديده، تل ازل جديد يطلع منه المعبود الخالق، تطلع منه الشمس من جديد، هليوبلس جديده، اونه جديده. هنا الفكر، هو ما اختارش مدينه عشوائيه، هو ما راحش كده يجري، لا انا اخترت مكان اقعد فيه احط رجلي، يبقى ليا تواجد قوي يسمح لي باقامه حضاره تقدر انها تضرب في كهنه امون. لكن الغلطه اللي واقف فيها انه حول لي اتون لقرص الشمس، الايد البشريه انا اللي باخد وبنيل. يا اخي ده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك تركت فيكم ما ان تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. يعني لو ما فيش القران وما فيش السنه مش هنعرف حاجه عن الاسلام، لو ما فيش تعاليم القديسين وكتابات السيد واقوال السيد المسيح والعهد القديم وما خرج منه في العهد الجديد لما علمنا شيء عن المسيحيه. اذا اخناتون كنت تروح له انا عاوز اخلص بقى مش عارف ايه، يروح يقول لك طيب، ويكلم اتون ويرجع لك. ايه اللي بيدور بينه وبين اتون؟ ما فيش. هنا دي نقطة ضعف. اتنين، القابه. القابه لما هو جه اللقب الحوري بتاعه كان كانخت، اما قال كانخت مري ايتن غير، ادي واحد. اتنين، اللقب الدبتي عظيم الملك ام ايبت سوت، قال لك عظيم الملك ام اخت ايتن الحور نوب. المشرق بالتيجان في اونو الجنوبيه، المشرق بالتيجان لاتون ام اخت اتون. وبعدين الاسم بتاعه هو قال انا مش امون حطب يعني امون راضي، انا اخ ايتن. خمسه، اسم العرش بتاعك ايه يا عم؟ انا نفر خبيرو رع، جمال وجود رع او موجودات رع، ها وع ان رع الاوحد لدى رع. اللقب احنا انت غيرت الاربع القاب الاولانيين الثلاثه والاسم الشخصي، هتغير ده؟ قال لك لا مش هغير ده. طب ليه؟ قال لك وغيره ليه؟ انا هنا بتكلم على عقيده رع وانا منتمي لرع، انا ما غرقتش. فهمت؟ هو هنا شغله مع رع، شغله مع وجود رع، لدرجة ان بريستد على فكرة مرة بريستد ارى الكلمة دي بالشكل غريب شوية. الكلمة اللي انا برسمها دلوقتي وحاول انه يفصصها لنا، قسمها لي كده بريستد، قال ان الكلمة بالشكل ده لو حضرتك شايفينها ايت اي والت ان رع وقرص الشمس، قال لك ايت ان رع ذا فاذر اوف رع، وقال لك معنى كده ابو الشمس او ابو هو ربنا. طبعا هنتكلم في اللغه المصريه لازم لو رسمت قرص الشمس عشان يتكلم على رع حط جنبه شرطه، وهل هنا العلامه تتنطق رع بمعنى الاله ولا تتنطق بمعنى يوم بمعنى ايه؟ لكن هي ايتن هنا هو تمثيل للشمس ولمعبود الشمس. الاخطر ان اخناتون هنا ما غيرش. اثنين، لما نقل نفسه في السنه الرابعه وراح على اخت ايتن عمل ايه؟ اعتبر ان اتون هو الاله الذي خلق الدنيا فهو ملك الخلق، وعشان كده اخناتون اتحط في السنه الرابعه والسنه السابعه لما غير النطق بتاعه في الخرطوش خرطوشين. بعض الناس يقولوا الفكره اللي قلتها ان هو رب الخلق، فرب الخلق الخالق هو اللي يعني ايه كانه ملك الخلق. انا ليه تفسير الحقيقه ما اعرفش، يعني انا اعتقد ان ده كان نوع من اللعب على كهنه امون. كهنه امون كان اللقب دايما اللي بيعتزوا بيه في طيبه، ان دايما يوجهوا للناس يقولوا انك بتتعامل مع اتون سيد عروش الارضين وبس، نسوني تيرو ملك الالهه. حلو، ملك الالهه، بس انا مش هقول على الاله بتاعي ملك الالهه، ده بتاعي هو اللي خلق الدنيا، هو الكون كله، فهحطه في خرطوش. مين اللي اتحط اسمه في خرطوش؟ الملك، ولانه الاله يبقى ملك الالهه. طيب نيجي نقرا خرطوش اتون يقول له ايه؟ عنخ فليحيا. مين اللي يحيا؟ راح حر اختي فليعيش راح حر اختي. برجع لعقيده الشمس.
حقيقي مآخذ المهلل في الأفق. امرن اف باسمه امشو من شو نيتي ام ايتن الذي في الاتون. الاتون اللي هو قرص الشمس. تمام؟ انا هنا بشتغل مع الاله بتاعه. الفن بتاعي التزمت بالفن اللي ابويا مش اللي هو التحول للطبيعه في الفن. لكن زي ما قالوا لنا عدد كبير من اساتذه الفن وزي ما قال ريدفورد في كتابه الشهير اكناتون ذا راتي كينج اخناتون الملك المتهرطق قال انه حول الموضوع بشكل اقرب للكاريكاتوريه شويه في الفن فبدا يظهر كانه كاريكاتوري. عارفين حضرتك يعني يمكن انت ما تحسهاش لكن هو وصل لي بيها الاحساس ازاي. يعني بضرب انا مثل دايما بقول للطلبه اقول لهم اسماعيل ياسين مثلا لما جه وقال بقه احد شاف ان اسماعيل ياسين بقه كبير إيه لما اتقالت مره بتريقه لما اتقالت مره الناس خدت بالها وتحولت لمناخيرها. عارف حضرتك يقول لك ايه انا عندي انا حاسس ان مناخيري كبيره او من الناس تبدا تشتغل عليها. هو ابتدى يشتغل على الامتلاء زي ما قلت لكم الامتلاء البعض بيفسرها بشكل انا شخصيا بفسرها بتفسير تاني يمكن رحمه الله عليه استاذنا العظيم الدكتور عدول كان من تفسيراته الرائعه انه كان يقول لك انه لما بيخاطب اتون في اناشيد العمارنه بيقول له ايه اتون يا اتون ايو اك ام ايت ايو اك ام موت يا اتون انت اب وانت ام. طب مين ممثل اتون على اتون لم يكن له انثى ما كانش له اتونت انا ممثل اتون على الارض. طب ويعني يوم يقول لك يحمل النصفين لو بصيت نص العلوي راجل ونص والنص السفلي ست فكانه يحمل العنصرين دون اظهار الاعضاء التناسليه بالمناسبه حتى في تماثيل. لكن وضع اوزير هو يرجع لعقيده اوزير والبعض زي ما بقول لكم بيمثل انه قد يكون هو تمثيل لجسد اوزير بعد عمليه القتل والالقاء في الميه. اخناتون دي كانت عقيدته دي كانت علاقته بيه. انا اعتقد اعتقاد ان العقيده بدات بشكل الصدام ثم بدا الصدام يخف شويه امتى؟ بعد السنه ال 12. ايه اللي حصل في السنه ال 12؟ امه راحت زارته. ملكه تير راحت له تل العمارنه وزارته هناك وقعدت وجابت مين معاها؟ جابت معاها بنته اللي كانت واخده واحده من البنات معاها باكيتاتون. عشان كده حتى يمكن صديقي العزيز الاستاذ محمود الطيب الوكيل نقابه المنشئين في الاقصر كنا اكثر مره بنش بنتكلم عن له ست بنات لكن الحاجه الغريبه دايما يمكن هو بس ساعتها كان النقاش قلت له ان الست بنات دايما ما قليل قوي ان يظهروا متجمعين. احنا يمكن مره وراني سكتش معمول لكن التصوير الست بنات مع بعض ما بيظهرش كتير. فاذا تي راحت تل العمارنه معاها باكي تاتون ماكي تاتون ماتت في حياه عين ابوها ميري تاتون دخلت مكان نفرتيتي اللي اختفت. بنعتقد ان نفرتيتي خرجت من القصر معاها بنتها عنخ سمباتون ومعاها ابن جوزها او اخوه خلونا بقى لسه هنتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله في ختام الاسره 18 وهو توت عنخ اتون اللي هيبقى توت عنخ امون بتاعنا. هنا الست لما ظهرت لقينا بعدها بتظهر شخصيه على السطح شخصيه سمينخ كارا اللي البعض بيقول ان هي ظهرت معاه في بعض المناظر المقابر وان ده كان اخوه او اخو نفرتيتي يعني امون. لكن سمينخ كارا باختصار هو كان حلقه الوصل ما بين الاثنين. فتره العمارنه اذا فتره اخناتون لم يكن يتجه نحو الاله الواحد. اتون لم يكن الها جديدا اخترعه الملك وزي ما قال بريستد ايت ان رع يعني بريستد كتبها ايت احنا بنكتب ايت ان الريشه والته والنون وقرص الشمس نطقها بريستد ايت ان رع يعني ذا فاذر اوف رع ابو رع. طبعا الايت لازم يبقى ليها مخصص والرع لازم يتحط الشرط يعني اساتذتنا في اللغه وزملائنا يعلموا تماما ان القراءه ما تنفعش تتقري بهذا الشكل ابدا. الحاجه اللي عايز اضيفها كمان ان اتون بعد العمرنا ما انتهاش. استاذنا الرائع دكتور محمود عبد الرازق في منطقه منف في مقصوره حتحور ورا معبد بتاح لقى مقصوره من ايام سيتي الثاني مكرسه لمين؟ للاله اتون. سيتي الثاني قصه 19 لاتون يبقى اتون. وطبعا الدراسه الرائعه اللي عملها استاذنا الله يرحمه يحسن اليه دكتور سيد توفيق كان عن ذا كالت اوف اتون او اتون 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 موجود مش قبل وبعد. اخناتون حاول انه يرفعه يضعه في موقف انه يبقى هو بس هو لو جاب راحه رختي بالشكل انا يبقى انا ما عملتش حاجه لان راحه رختي انا موجود عندي وامون واخد راعه ومتصلين وتلتين مناظر الكرنك فيها راحه. هو حب يحطها من ناحيه عوده الى الايونيه القديمه او فكره الهيليوبلاتانيه القديمه فكره هيليوبلس وفكره العقيده ونشاه جديده وخلق جديد وعقيده جديده وحياه جديده ولكن لم تكن عقيدة إله واحد. عشان كده احنا كسبنا ايه؟ كسبنا فكر لكن خسرنا ايه؟ خسرنا دولة. ازاي؟
لما نرجع ليه ارشيف العمارنه، ارشيف العمارنه انا قلت لكم ان البدايه كانت عندي معمل حطب الثالث. ارشيف العمارنه 377 رساله، القصه اللطيفه ان الست اللي في تل العمارنه اللي لقت تفحت الارض تطلع ومش عارفه ده ايه، افتكرت حد عمل لها عمل هي وجوزها، لغايه ما لقوها الجماعه الالمان وخدوها. واحنا عارفين ان متحف برلين هو المتحف رقم واحد في العالم اللي فيه اثار العمارنه. اتخذت الرسائل وابتدينا نقرا، تعالوا بقى نقرا، ابعت عسكري مصري زي ما قلت لكم، يبعت له العبري ويشتكوا الخبير ويشتكوا من العبير وان فلان بيضحك عليك، وده يبعت يقول له ده في واحد بعد بيقول له حاجه، بيقول له ايه؟ بيخدع الملك يقول انا مش طالب بالدنيا اكتر من ان اجي اشوفك، اشوفك خلاص واموت بعد كده، والملك مقتنع بهذا الامر تماما. سنه 17 نص بيجي لي بيكلمني على ان اخناتون سمح بادخال النبيذ إلى معبد أمون رع بالكرنك. نقطة من أول السطر، أخناتون معبد الكرنك اتفتح سنة 17، اختفى أخناتون. هختم كلامي على أخناتون بحاجة بسيطة. أخناتون لم يكن مريضا بداء الاستسقاء، أخناتون كان طبيعيا، كان سانا، التزم بفن الطبيعة الذي ظهر مع أبيه زي ما أساتذة الفن علمونا، وزود عليه انه خد اللقب صريح عنخ ام ماي، الحي بالعداله الذي يعيش بالحق، فظهرت دي. ولان الناس على فن ملوكين، يعني لما هشوف الفن في الدوله القديمه شكله ايه، في الدوله الوسطى شكله ايه، في الدوله خلاص كلنا بنصب على الشكل اللي بتصور عليه الملك، فكان الفن ملاصق لهيئه الملك. اخناتون لم يقتل، اخناتون لم يقطع جثته للكلاب زي البعض بيقول، لا، كرم أخناتون المصري القديم. كان يرفض تماما أي إهانة تلحق بملكه الحاكم حتى لو كرهه، ولا أدل على ذلك من كليوباترا وما يتحدث عليه البعض من أن كليوباترا لم تمت بحية الكبرى، ولكن حتى إن سمت نفسها بحية الكبرى فلم تسلم جثتها إلى أوكتافيوس اللي كان حريص جدا، وكليوباترا ما كانتش مصرية في النهاية، واللي كان حريص جدا انه قال لهم سآتي بالعاهرة سكيرة الشرق مقيدة بالسلاسل في شارع روما، ما راحتش ولا عمل، وكان المصريين سهل ما مش مصرية وعرفانة في شتنا مش دول. لكن لا، نحافظ على اسم وكيان الحاكم ايا كان الخلاف معه. بموت اخناتون او اختفاء اخناتون او نهاية مرحلته هيرتبط به شخصيات. سمينخ كارا نفر نفرو ايتن، من هو سمينخ كارا؟ هل هو شقيقه؟ هل هو ابن خاله؟ هل هو نفرتيتي نفسها زي بعض الأرامة بتقول؟ مش هيستمد كتير لأنه هيختفي في سن صغير، مقبرة 55 في طيبة الغربية في وادي الملوك بتتكلم عليه. ثم توت عنخ آمون والدخامنسو وموتو صغير وعنخ سمبقى تون اللي بتطلب من ملك الحيثيين يلحقها، ودور آي والمؤسسة العسكرية تتدخل وبقوة لتحمي مصر وتسيطر على الأمور وتمنع تداخل العناصر الأجنبية واشتراكها في الحكم، بوجود القائد العظيم الذي ارتبط بالعمرنة وارتبط بأخميم وارتبط بأسرة أمنحتب الثالث من خلال يويا وتويا بزواجه من موت ليجمنت، زي ما هنتكلم عليه الفيديو اللي جاي إن شاء الله، اللي هيكون الفيديو الأخير لينا بمشيئة الله تعالى في الأسرة الـ18. هيتبقى لنا بعد كده عصر الرعامسة بأسرتيه 19 والـ20، ثم نعيد قراءة مرة أخرى لمصر في العصر المتأخر. اللقاء الجاي قريب جدا، بكرة يمكن إن شاء الله أو بعده بالكتير، هناخد بقية معبد الكرنك وشغل رمسيس الثاني إلى الناحية الجنوبية أو على أيدينا اليمين من صالة الأعمدة الكبرى أو صالة 134 عمود. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.